رجعنا من جديد في سبوميكس مواصلين حتى نصف نهار ونص نحكيو على مونديال الأندية تقريبا كل يوم نقدموا فيه الموعد البطولة نهار في الصيف الجاي التأكيدات تزيد حول إقامة هذه المسابقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم البارح الفيفا هبطت تقريبا مجموعة من القوانين المنظمة للبطولة هذه باش نحكي على نقطة وحيدة بس نسألك أنت ذاكر فما تهديد صار للفرق اللي قاعدة كل يوم تهدد بالانسحاب بسبب الضغط الرزنامة أي نادي يختار أنه ينسحب قبل 30 يوم أو أكثر من انطلاق البطولة باش يدفع 250 الف فلو، وفي حال اي نادي باش ينسحب بعد المده هذه باش يدفع 500 الف مع التهديدات كيما هكا ظهالي ولات مؤكده اقامه البطوله بعد. هي ولات مؤكده لانه بالقرارات اللي خرجتها الفيفا تفهم اللي باش مهما حتى يغيبوا باش يتعوضوا التورنا لكن كيقوموا بالتهديدات تاع الفيفا بالفلوس فما نوادي عندها فلوس يقول لك اما كان وقتاش القائمه هي بيدها بتاع النوادي تصير لو تقول مثلا اوروبا ليغ ولا شامبيونز ليغ راني محرومين بخمس سنين لكن امور ماليه 250 و500 فما نادي نجم يقول يدفعهم ونقول لك نرتاح كما صايرة تو فهمت نحكي على القرار نتاع الخطايا الماليه مش برشا معناتها شويه المبلغ مش كبير مش كبير 500 و250 في الاوروبا مم. من مانشستر سيتي مثلا من اللي, اللي قاعد في ماتشي اللي, قاعد ماتشي اللي قاعد متقلق برشا من البطوله هذه و... ريال مدريد نحكيو حتى هو معنا فني وفنيين هو بجنبي قلق راهو راهو بدلنا راهو 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 شبيك راهو راهو تعرف انت اللاعب في في زوز مواسم مرتاح 10 ايام ولا 15 يوم راهو مش معقول رو. واللي بليسور راك تشوف وداير فما دي بليسور تاع دي بيت سيزون تاع شارج تاع عمناو عمني. وباش تلعب كاس العالم شوف مزادة منظمين. شوف نفس الكلام تاع ذاكر وكمل جيست هم منظمين مدينه لا لا هذه في النقطه هذه ايه. صحيح ملك. او تعرف شكون يقص في بلادهم قال لي كمل تكلموا <applause> خاطر يلعبوا ديما اربع واحد منظمين من دونك ما فماش ومن بعد كاش فما ديما تلقى في الصيف اغلبيتهم ديما يمشيوا للمنتخبات دونك ما فماش اوقات رئيس وكاتر. الفيفا هذا اللي جاي هذاك علاش هما مستلقين رئيس الفيفا, الفيفا هذا اللي جاي حتى الامور الماليه هي ابجي حاجه هذه هذه ماركتينغ وهذه امور امور سبونسور امور فلوس في العالم يهموش يلعب كل شر لكن بدنيا توصل النوادي تتكلم و واللاعبين بيدهم اللاعبين بيدهم ما عادش ينجموا ما عادش ينجموا راهو 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 بدنك ما يجربوكش راهو ماشي للكاردياك راهو مهما تكون بدنك ومهما تكون التحاليل عملها ومهما تكون قوة بدنك والدم اللي في بدنك راهو مباراة كرة قدم علاش احنا نقولوا انت تعرف حتى شارج مونتار را. هو شارج لا باش نقول لك مركز ديما مركز ديما ماهوش و... الماتش لي فور بتاع الماتش ما يتحسبش لونترمون تنجم تحسب علاش ديما احنا انا عندي 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 مثل نقولوا فلسفه نتاعي انا نقولوا نجي لي زونترونور نقولوا راه جوار باش يحضر اختنا من لونترمون ماتش ويت اميكو ماتش ويت لوفيسيل هما الكل على خاطر ساعات تدخل في تو اكزومبل واحد يلعب في الكولوار يدخل في 15 مينوت ساعات نتاع 20 سيونس موش ماهوش محسوبه انت ولا تسير مقابلك اللي 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 الفيفا باش تلعبها بالطرق الكل <applause> معناتها كان خذيت قرار وخلينا نقولو رقم واحد راه شوف راه منظمه من الفيفا هي ولو الكبار في الكره الارضيه هذه كي ياخذوا قرار سيئة. وعس ما مستحيل يرجعوا فيه ما مهما يصير مستحيل سي بون اصبح رسميه خاصه شفنا القوانين التبديلات نظام البطوله اللي نتاع العربيه وقتاش عندك حق تبدل وقتاش لا تهديدات الانديه ظهري ما قلت لهمش حتى حساب الفيفا ونجم نقولوا تجاوزتهم. ما نتصورش اذا كان خذيت القرارات هذه خاصه في حال الانسحاب النقطه اللي ركزت عليها واضح انه المسابقه هذه باش تلعب ممكن تساعد نوادي على نوادي، النوادي اللي تحب تبرز، نوادي اللي تحب توصل العالميه، اكيد تحلم باش تلعب مب... مسابقه كيما هذيا عكس ممكن نوادي اخرى اللي ديما نحكيو على ضغط روزنا مع على راحه بين زوز مواسم حتى توقيت المونديال هذا بين 15 جوان و 13 جويلي ممكن كان جاي من بعد في فتره التحضيرات وك الدورات اللي تصير حتى في امريكا في سيزون لي فان سيزون اللي في اخر الموسم تقلق برشا النوادي كل يتكلموا نوادي يدير تشيكات المعروف نوادي من ايه ولا تكلموا ايه الاخرين المعروفين ايه هذاك قلت لك نوادي تحلم باش تلعب المسابقه هذه نوادي اللي تقلقها ولكن في نهايه الامر الاتحاد الدولي وقت اللي قرر تنظيم البطوله هذه اكيد باش تلعب في في موعدها ونستنى ونتبعوا شكون النوادي اللي باش تقرر الانسحاب ولا حتى تو حتى نادي ما قرر وانه ينسحب اما زاد تاكيد على حسن تنظيم الاتحاد الدولي وكعطيتك انت فرضيات راه في حال الانسحاب راه تدفع كذا تدفع كذا ونجم نعوض فريق فريق أنا واضح انه مسابقه باش تلعب في موعدها نعاود نذكر يظهر لي بين والمؤكد بين 15 جوان و13 جويلي 2025 ثابت انت شنو رايك في قامه البطوله والتشكيات اللي صارت من بعض الانديه انا حسب رايي تشكيت من بعض الانديه صحيح وانه فما يعني فما خطر نتاع نتاع اصابات في يعني المسابقه هذه باش تكون في في جوان ونعرفوا اخر سيزون تبدا حتى اللاعبين يعني هيك بدني كبير برشا خاصه اللي باش يلعبوا ادوار متقدمه في الـ في الشامبيونز ليج وحتى في الـ في الازياتيك دونك حاجه من الحاجات اما حسب رايي اذا كان الانديه الكبيره تشكي زياده فما عامل عامل مادي دونك تتشكى اكثر باش تطلب فلوس اكثر باش الفيفا تعوض لك فلوس اكثر انا نعرفهم الاوروبيين كيفاش يفكروا صحيح وانه فما جانب جانب بتيتر جانب بدني خاطر لاعبين ينجم تصير اصابات اكسترا لكن الاوروبيين يتشكوا, يتشكوا برشة باش تزيد في القيمه باش تزيد في القيمه نتاع يعني البيدجي نتاعهم في المسابقه هذه دونك هذا التفكير نتاعهم مادي اكثر منه تفكير تفكير اخر للحفاظ على اللاعبين وخوف من الاصابات. امم طارق مهمه ظهر الترجي الرياضي التونس اليوم اصبح واقع تقريبا باش يشارك في بطوله بالحجم هذا. اكيد مهمه للترجي مسابقه كما هذه مسابقه عالميه ومش اي نادرة يوصل معناتها باش يشارك معناتها في المسابقه كما هذه مسابقه عالميه معناتها عباره كوب دو موند مصغره لكن ااا أه، شو نقول لك الترجي معناتها عندها استحقاقات لازم تعمل ان بون بريستاسيون وان شاء الله معناتها تورينا وجه مشرف هذا واش ان شاء الله, أه، الله قاعدين نتبع في الموضوع هذا من هنا حتى الموعد البطوله أه، تقريبا اصبحت رسميه اليوم المسابقه هذه في ظل كل التشكيك اللي